قلصت قوات الاحتلال اليوم عبور شاحنات المساعدات من معبر رفح البري إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى 60 شاحنة، بالإضافة إلى 4 شاحنات وقود. هذا ولا تزال قوات الاحتلال تفرض حصارا على دخول المساعدات الإغاثية من خلال تحكم وعرقلة دخول هذه الإمدادات إلى النازحين في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخصيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية، لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بإجراءاتها التعسفية والتعنت الكبير ضد الشاحنات التي تعبر من معبر رفح وتتجه إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلية خفضت أعداد الشاحنات التي توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم لتصل إلى 60 شاحنة. أمس كنا نتحدث عن 100 شاحنة من المساعدات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية ودوائية. اليوم نتحدث عن 60 فقط، هذا بالإضافة إلى 4 شاحنات فقط من السولار. من قام بتفريغ حمولته إلى الآن نتحدث عن حوالي 10 شاحنات فقط هي التي قامت بتفريغ حمولتها وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري، ولا تزال هناك 50 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية في انتظار تفريغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم. إذن مشاهدينا الكرام، نحن أمام تقليص لأعداد الشاحنات بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي تستهدف الضغط الكبير على الشعب الفلسطيني من خلال عرقلة دخول تلك الإمدادات إليهم في الوقت الذي يعانون فيه من نقص كبير في الإمدادات الغذائية والطبية والدوائية، وهو الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمات الصحية والإنسانية الكبيرة في قطاع غزة. يمكن هذا هو المشهد لدينا مشاهدينا الكرام إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.